كما لا يخفى عنهم. فقد أحرزت بلادنا تقدما هاما على درب ترسيخ مكانة المرأة في مجتمعنا من خلال جملة من المبادرات والاختيارات، من أبرزها إصدار مدونة الأسرة التي تشكل نقلة نوعية في مجال تدبير الأحوال الشخصية، دستورة المساواة بين المرأة والرجل وإقرار المناصفة، تصديق المغرب على عدد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق المرأة، مراجعة العديد من النصوص التشريعية كالقانون الجنائي لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، ومدونة الشغل التي ترسخ مبدأ عدم التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالتشغيل والأجر، وقانون الجنسية الذي يخول لأبناء المرأة المغربية اكتساب جنسيتها، تمكين المرأة من ولوج مهن كانت حكرا على الرجل مثل مجال النساء اللواتي أصبحن شرطيات، إطفائيات، مرشدات، قاضيات جنائيات أو عدول كذلك اللي كانت من المهن اللي كانت حكرا على الرجال. العمل على مستوى الانتخابات التشريعية والجماعية على اتخاذ تدابير إرادية للتمييز الإيجابي تروح تعزيز التمثيلية السياسية للنساء. لكن لابد أن نسجل أن المنجزات التي تم تحقيقها تبقى غير كافية، وهو تشخيص يتقاسمه الجميع سواء في الدولة أو في المجتمع المدني، ولا تزال هناك أشكال من التمييز التي لا تمكن المرأة من الولوج إلى حقوقها الدستورية كاملة، ولا تزال التمثيلية السياسية والاقتصادية والمجتمعية للمرأة بعيدا عن مستوى الطموحات المعلنة. وهنا الأرقام كتحدث عن نفسها، 12 جهة، كاين جهة واحدة اللي كتكونها امرأة، كاين جوج النساء اللي هما عمدات ديال جوج ديال البنود الكبرى، وكذلك التمثيلية داخل الغرفة تقريبا 23 أو 24% في البرلمان، وأقل من 12% في الغرفة التالية. لا شك أن هذه الوضعية غير مرضية، وتعكس الأوضاع الهشة التي تعيشها النساء داخل الأسرة والمجتمع. حضرات السيدات والسادة، بالنظر إلى التحولات المجتمعية التي شهدتها بلادنا خاصة في العشرية الأخيرة، وتهماني منسوب الحقوق والحريات لدى المواطنات والمواطنين، والتطلع المشروع إلى فعلية المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر تعرضا للحيف والتهميش والهشاشة، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مدونة الأسرة كنص تشريعي وما يرتبط بها من ممارسات قانونية وقضائية توجد في صلب، يعني في صلب كل تغيير أو كل تقدم نريد أن نقوم به، وهي تعتبر من أهم الأوراش التي ترمي إلى التطوير والإصلاح الذي ينبغي الإسراع بتنفيذه من أجل التجاوب مع الانتظارات طبقا للدستور والالتزامات الدولية لبلادنا. وقد خصص المجلس في تقريره السنوي الأخير نقطة يقظة في هذا الشأن، ترصد عددا من أشكال التمييز ذات الصلة بمدونة الأسرة نصا وتطبيقا، منها مثلا الولاية على الأطفال بحيث لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها، وهو وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، وخاصة في حالة انفصال الوالدين وزواج المرأة طالبة الحضانة. زواج الطفلات اللي تحدث عليها السيونس، والذي ينعكس سلبا على صحة الفتيات وعلى نموهن النفسي والجسدي ومسارهن التعليمي ومستقبلهن بشكل عام، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تتأثر أيضا جراء ذلك. ويلاحظ أن الاستثناء المنصوص عليه في المدونة قد أصبح هو القاعدة. وكما ذكر السي يونس، كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بنسخ المقتضيات القانونية المتعلقة
بتزويج الطفلات تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفولة التي أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهنا تسمحوا لي تكميلا لما جاء به سي يونس، يجب تذكير بعض الأرقام اللي هي صادمة جدا. فكل سبع ثواني يتم تزويج طفلة أقل من 15 سنة في مكان ما في العالم. كل سبع ثواني اللي احنا كنتحدثوا فيها الآن كيتم تزويج طفلة في مكان ما في العالم. أكثر من مليون فتاة أكثر من مليون فتاة تصبح أما قبل هذا السن، يعني قبل السن ديال 15 سنة في العالم. حاليا يتم تزويج في العالم 12 مليون فتاة يتم تزويجها كل سنة في العالم. في المغرب تقدمت 30 ألف طلب ترخيص بتزويج الطفلات في 2018، وهذا العدد نقص لحسن الحظ في 2021 كان العدد اللي تسجل يمكن العامل رب ضارات نافعة، يمكن الكوفيد مي في 2021 حسب الإحصائيات الرسمية كان انخفاض، ولكن كيبقى الرقم مهول، لأن من 33,000 اللي كانت 30,000 اللي كانت 2018 وزيد عليها لو كوميل، هذا سي لاكتيف، وزيد عليها لو كوميل اللي كان من قبل. ومن 2018 2021 كان تقريبا 23,000 طلب ديال تزويج طفلات. واش كتخيلوا 23 طفلة 1000 طفلة تم اغتصاب طفولتها؟ ما غاديش نعطي شي تسمية أخرى من غير اغتصاب طفولة، اغتصاب يعني مهول جدا لا يمكن للكلمات أن تصفه. كذلك هناك بعض الثغرات في مدونة الأسرة، مثل الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، وتحدث عليها السيد الأمين العام، وهو جانب آخر يحتاج إلى المزيد من التدقيق والتأطير القانوني، بحيث أنه في واحد الفترة فاش خرجت المدونة الجديدة بهذا المعطى هذا، كان واحد المنحنى تصاعدي جدا في معطيات الزواج، في الأرقام اللي سجلتها عقود الزواج، ولكن ولوحظ بأنه كان يعني أرقام سجلات في السن، اختلاف السن ما بين الزوج والزوجة، ويعزى هذا إلى أنه الكثير من تم تغرير بهم بأنه يمكن اقتسام المكتسبات بعد الزواج، وما عرفوش بأن هذا مؤطر بعقد مدني اللي كيخصو يكون يعني خلال عقد الزواج، يعني إما خصو يكون منصوص عليه العقد الزواج. فكان 2018 و2021 كان أكبر عدد ديال طلبات الطلاق، يعني المنحنى كان بحال هكا وبحال هكا في الإحصائيات الرسمية. فهذه من كذلك من المشاكل اللي كيخصها المزيد من التدقيق والتأطير القانوني، ذلك أنه لا يتم غالبا الاعتراف بالعمل المنزلي، وهذا يعني واحد الشكل من الأشكال ديال الحيف كبيرة جدا، أن النساء ربات البيوت لا يعترف بالعمل ديالهم في البيت لأنه عمل غير مؤدى عنه. وحتى فاش كطالب المرأة باختصام المكتسبات الزوجية كيطلب منها القاضي إثبات يعني المساهمة ديالها في المكتسبات ديال الزواج. يعني شوفوا إلى أي حد كيتولي هاد العلاقة الزوجية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها واحد الوصف
بأنها السكون وبأنها محبة وعطف ورأفة، غتولي واحد العملية تجارية اللي غيولي كل واحد في الزوجين كيوثق كل يعني المكتسبات اللي كيكتسبها، وهذا يعني من نقاط ضعف ديال المدونه. كذلك بالنسبه للاجل التي يتم فيها فصل في دعاوى طلب استلاف للشقاق، غالبا ما تكون يعني المده جد طويله، وخلال هذه المده تصبح ظروف التعايش داخل الاسره معقده، ويمكن ان تؤدي الى حالات من العنف الزوجي والاسري. هذه بعض الاشكال ديال التمييز التي تكرس الشعور لدى النساء بوجود قصور على مستوى التمتع بالأمن القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غرار الرجال. وفي هذا المنطلق أو من هذا المنطلق، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعي منه بأهمية وجود ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين لا سيما النساء، وتحميهن من جميع أشكال التمييز أو العنف، يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة من خلال الإسراء بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعية تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والبنوة وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة وغير ذلك. ويتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا على تشريعات أخرى تمس حقوق وحريات المرأة وصحتها ورفاهها، مثلا مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة الإجهاض التي يتداخل فيها الشرعي والحقوقي والصحي والمجتمعي. حضرات السيدات والسادة، لقد أطلق المجلس استشارة مواطنة على منصته الرقمية أشاركه في الفترة ما بين 18 فبراير و 6 مارس 2022، من أجل استقاء آراء وتمثلات المواطنات والمواطنين بشأن مدى جدوائية تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية. وقد بلغ مجموع التفاعلات مع هذا الاستطلاع 25,513 يعني مشاركة أو شخص اللي شارك في هذه المنصة، منها 1290 إجابة على الاستبيان، يعني 1290 شخص اللي جاوبوا على الكيستيونير اللي قدمناه في هذه المنصة. وأظهرت نتائج الاستشارة التوجهات التالية، وبغيت نقصصها معكم نظرا لأهميتها، حيث نحن كتنظيمات نسائية ميمكنش نكونوا كنغردوا خارج الصيد، خصنا نعرفوا أشنو هما الاهتمامات ديال المجتمع فيما يخص يعني المواضيع اللي كتناولوها. دونك النتائج ديال هذه الاستشارة أظهرت أن حوالي 80% من مشاركات والمشاركين اعتبروا أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، بينما اعتبر 20% منهم أنها ينبغي أن تسند للأب حصريا. زهاء 48% من المشاركات والمشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الآجال القانونية لحكم التطليق يجب أن تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، في حين يرى 25% منهم أن هذه الآجال يجب أن لا تتجاوز شهرا واحد. نحو 48% يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الزوجة والزوج يجب أن يصبح أمراً إلزامياً منذ البداية، وقرابة 92% يعتبرون أنه ينبغي إلغاء إمكانية تزويج الطفلات بدون أي استثناءات، وهذه مهمة جداً. حضرات السيدات والسادة، اليوم هناك إرادة سياسية قوية جسدها الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، وهناك أيضا مقبولية اجتماعية للتطور والإصلاح سواء فيما يتعلق بمدونة الأسرة أو بغيرها من التشريعات والسياسات العمومية الكفيلة بتمكين المرأة من التمتع الكامل والفعلي بحقوقها التي تضمن لها الكرامة والازدهار الذاتي، وبالتالي المشاركة الفعلية في دينامية التنمية في بلادنا. وخصنا نعرفوا غير
قبل ما نختم بان هذه المساله ديال المساواه غادي تربح المغرب نقطه في البي بي ديالو في البرودوي انترن برود غتربحو 1% ديال البلوس. يعني ماشي طرف فكري، ماشي اختيار عشوائي، هو اختيار يعني كيحتمو الديمقراطية بالمعنى الحقيقي ديالها، وكذلك التطور والتنمية داخل البلاد راه ما يمكنش تمشي على رجل واحدة، يجب أن تمشي على رجلين. وشكرا لاستماعكم.